نكست الأعلام في البيت الأبيض وعدد من الأبنية الحكومية في الولايات المتحدة حدادا على الضحايا الذين قضوا في إطلاق نار في كنيس يهودي بمدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا. ووصفت الجريمة بأنها أسوأ هجوم معاد للسامية في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، وقتل في هذا الحادث 11 شخصا. واحتجزت الشرطة المسلح الذي فتح النار على كنيسة تري أوف لايف بينما كانت تقام فيه الصلوات.